بحاضرة القنيطرة أشرف وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء السيد عبد القادر عمارة اليوم الاثنين على تدشين بدال المسيرة، وهي المحطة التي تم إنجازها من طرف الشركة الوطنية لطرق السيارة بالمغرب. ويهدف إنجاز هذا البدال الجديد الذي يقع عند النقطة الكيلومترية 232 على مستوى الطريق السيارة رباط القنيطرة، يهدف إلى تحسين ظروف الولوج إلى مدينة القنيطرة، مما سيخفف من حركة المرور على مستوى البدالين المجاورين وسط القنيطرة وشمال القنيطرة، وبالتالي تحسين كل من سيولة وانسيابية حركة السير. القنيطرة تتعرف واحد التطور عمراني كبير جدا، وكذلك تتعرف واحد التطور صناعي. ما تنسوش بان احد اكبر المناطق الصناعيه للاتلانتيك فريزون موجوده في الاقليم ديال القنيطرة، فطبيعي يدار بدال اخر، وهذا البدال هذا بطبيعة الحال يكون عنده واحد الاثر ايجابيه على تسريع وتسيير الجولان الدخول والخروج من المدينه. الوغ شومان فيزون درنا كذلك حلينا للقنيطريه المشكل ديال دخول تكنوبوليس، دار واحد ميني جيراتوار ميني اشانجور اللي بغينا نقولوا، اللي غيسمح لهم كذلك باش يمكن لهم يدخلوا لتكنوبوليس ويخرجوا بواحد السهوله واليسر. هاد المشاريع كلها كلفت تقريبا واحد 35 مليون ديال الدرهم، وتنجزت يعني في اجل اللي هي معقوله. ومن خلال هذا المشروع الذي استغرق إنجازه 10 أشهر باستثمار قيمته 30 مليون درهم، تواصل الشركة الوطنية لطرق السيارة بالمغرب تطوير شبكة طرق السيارة الوطنية بهدف تحسين ظروف حركة السير والخدمة المقدمة للزبناء مرتفقي الطريق السيار.